طيب تعالوا بقى نشوف مسألة على إيه؟ على الكلام اللي إحنا كنا عمالين نتكلم عليه ده كله. عشان طبعًا الدنيا بتوضح برضو كده بالمسائل يعني. الشباب معايا؟ برضه محدش موجود ولا إيه؟ معاك يا دكتور. معاك يا دكتور. طيب ناخد الغياب بقى دلوقتي بما إن أنتوا معايا يا دكتور. لحظة بقى ناخد الغياب الأول كده. لو موجود أكيد كويس بس. طيب تمام ماشي. طيب تعالوا بقى إيه نشوف مسألة كده على إيه؟ على موضوع الترانسميشن لاين. بيقول لي هنا إيه بقى؟ بيقول لي عندي 60 هرتز 250 لونج ترانسميشن لاين. الإمبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين كانت ب 33 زائد جي 104 أوم. وبيقول لي ان التوتال شانت ادمتنس اللي هي بتاعت طبعا ديت الواي اللي هي بتاعت السي يعني ب 10 اس ناقص 3 مه. خلي بالكم يبقى هو كده حسب لي الواي بالدهيني يبقى ديت هي الواي اللي هي التوتال شانت ادمتنس. طيب بيقول لي ريسيفنج اند لود، عند ريسيفنج اند لود بيسحب 50 ميجا وات عند 208 كيلو فولت، والباور فاكتور كان ب 8 من 10 لاجنج باور فاكتور. بيقول لي عايزين نجيب السندنج اند فولتج، عايز يجيب الكرنت، عايز يجيب الباور فاكتور والباور ماشي باستخدام حاجتين، باستخدام الشورت لاين ابروكسيميشن وباستخدام النومينال باي ميثود. يبقى هو طالب مني الفولت عند السندنج اند، التيار عند السندنج اند، الباور فاكتور، الكلام دوت عايزه مره استخدم له طريقه الشورت لاين ابروكسيميشن اللي احنا كنا استخدمناها قبل كده في المحاضره اللي فاتت، ومرة تانية عشان نستخدم له الباي او نومينال باي ميثود. يعني هو بمعنى صح كده من المثال ده كأنه عايز يوريك المقارنة ما بين القيم في اللونج ترانسميشن لاين لو احنا استخدمنا الشورت ابروكسيميشن، استخدمنا الايه النومينال باي ميثود. طبعا في هذه الطريقة بما ان الترانسميشن لاين طويل بالشكل ده اكيد طبعا الطريقة الافضل عشان تحسب حساباتها صحيحة هي الباي. هو بيقول لي الزد بتاعتي هو عباره عن 3 زائد جي 104، فلما حسبها طلعت معاه ب 109.11 من 100 وزاويه 72.4 من 10. وبيقول لي ان الواي بتاعتي بي جي في 10 اس ناقص 3 مو اللي هي 1 على جي اكس سي يعني. بيقول لك الريسيفنج اند لود هيبتدي بقى ايه قبل ما يشتغل عايز يحسب بقى التيار اللي هو موجود وكده عشان لما يجي يحسب الفولت فتبقى الدنيا بالنسبه له ايه مظبوطه وتمام يعني. فطبعا عشان اجيب الفولت يبقى هجيب الفولت بالنسبه لي انا ممكن احول ديت لسنجل فيس يبقى اقسم على جذر 3 يبقى 208 على جذر 3 هتديني 120.8 من 100 كيلو فولت. طبعا لما نحب نجيب بقى التيار كلنا عارفين التيار هو الاس مقسومه على جذر 3 ماشي كده هو في مين في الفولت ده لو في اس، بس انا عندي الشغل هنا بالميجا وات يعني ده باور مش اس، فبالتالي لازم ادخل معايا الباور فاكتور، فالمفروض يبقى البي بتساوي او الاي ار هتساوي بي مقسومه على جذر 3 في الباور فاكتور، لان احنا كلنا عارفين ان الباور هي عباره عن جذر 3 في لاين في اي لاين في الباور فاكتور. فطبعا يبقى الاي ار اللي هو بالنسبه لي ده عند اللود عشان كده يبقى التيار المسحوب هو الاي ار، يبقى الاي ار هيساوي 50 ميجا وات مقسومه على جذر 2 في 208 في 8 من 10. خلوا بالكم ان الباور هنا بالميجا والفولت بالكيلو، فلما يقسم ميجا على كيلو تطلع له كيلو، يبقى التيار اللي هيطلع ده بالكيلو امبير، فبالتالي يبقى التيار اللي طلع معايا 0.173 وزاويه ناقص 36.78. وطبعا هو حاطط التيار بزاويته بالمره على اساس التيار لاج فتبقى الزاويه بالنيجاتيف. وطبعا الزاويه جايه منين؟ ان هو عمل شيفت كوزاين ماينس 1 8 من 10 طلعت له ب 36.87 بما انه لاج فالتيار كده هياخد ايه؟ هياخد الزاويه بتاعته هتبقى نيجاتيف فتطلع نيجاتيف 36.87. ويمكن حتى موضوع ال 8 من 10 ده مشهور قوي الزاويه دي بالنسبه لكم بنستخدمها احنا في حسابات كثيره يعني. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب السندنج اند فولتج. طب ما احنا عارفين من الشورت ترانسميشن لاين السندنج اند فولتج هو الفي ار زائد الزد في الاي ار. يعني لو رجعنا كده شويه بس عشان انتوا تبقوا متخيلين او تفتكروا شكل الترانسميشن لاين كان عامل ازاي في الموضوع ده. ادي الايه؟ ادي مثلا الترانسميشن لاين بتاعي، ادي اللود، يبقى هنا في ار زائد الاي في الدروب ده بيديني الفي اس.
يبقى كده الفي اس زي ما احنا شفنا هي الفي ار زائد الاي في الزد، يبقى هشيل الفي ار واحط قيمتها اللي احنا مطلعينها فوق اللي هي 120.08 من 100 وزاويه 0، التيار حسبناه كان طلع 0.173 هيتضرب في الزد اللي هي قيمتها احنا كنا جايبينها في السلايد اللي فاتت اللي هي كانت ب 109.11 وزاويه 72 من 100، يطلع لي الفي اس هنا بالكيلو فولت يبقى 135.87 وزاويه 4.62 من 100 كيلو فولت. ده بس ده فولت الفيز، لو انا عايز فولت اللاين هروح ضارب الكلام دوت في جذر 3 يطلع لي الفولت بتاع السندنج اند لاين تو لاين هو 235.33 من 100 كيلو فولت وزاويه 4.62. طبعا كلنا عارفين ان في الشورت ترانسميشن لاين الاي اس هي الاي ار الاثنين قد بعض، فبالتالي يبقى الاي اس بيساوي الاي ار بيساوي 0.173 وزاويه ناقص 36.78. بعد كده كان عايز يحسب الباور، وكان عايز يحسب الباور فاكتور. تمام، بالنسبه اعتقد الباور فاكتور ملوش لازمه اصلا حتى ان هو كان طلبها مننا، يعني لان هي كان عايز يحسبها عند السندنج انت. لا تمام خلاص اوكي تمام. يبقى الباور فاكتور بالنسبه لي هو عباره عن مين؟ هي عباره عن كوزين زاويه التيار ودي زاويه الفولت، لما نجمع الاثنين دول مع بعض يبقى الكوزين ب 75 من 100. ليه؟ لان احنا بنقول ان الباور فاكتور هي زاويه التيار ناقص الفولت، صح؟ طب الفولت طالع بكام زاويته؟ ب 4.66 من 100 ماشي؟ وادي التيار اهو، يبقى لو طرحت دي من دي يبقى الاشاره دي هتبقى بوزيتيف ماشي؟ فبالتالي او الاشاره دي تبقى نيجاتيف ماينس الفولت اللي هنا يبقى نيجاتيف، وكده كده كوزين داله زوجيه، فبالتالي الكوزين بتاع اي قيمه هيطلع هو كده كده بالبوزيتيف عشان دي ايفن فانكشن يعني، فبالتالي يبقى الكوزين هيبقى ايه؟ كوزين الزاويه دي زائد زاويه الفولت زائد زاويه التيار زي ما شفنا الاثنين عكس بعض، فيطلع ب 75 من 100. ده الباور فاكتور عند السندنج اند. طيب بالنسبه بقى للباور عند السندنج اند هتبقى جذر 3 في الفي لاين اللي احنا لسه حاسبينها، في الاي لاين اللي هو الاي ار او الاي اس ان هو قيمه واحده مضروبه في الباور فاكتور احنا لسه حاسبينها من هنا 75 من 100، يطلع لنا الباور عند السندنج اند ب 52.88 من 100. يبقى احنا كده حسبنا كل المطلوب بالنسبه لايه؟ بالنسبه ل الشورت ترانسميشن لاين، او ان انا امثل الايه الترانسميشن لاين باستخدام الشورت موديل. تعالوا بقى، هو كان طلب كمان ان احنا نحل مساله بطريقه الايه؟ الباي موديل. فطبعا عشان كده هنروح نحسب الاي والبي والسي والدي، وبعدين بعد كده نعوض في الايه في القوانين بتاعتنا اللي احنا عارفينها. طب احنا قايلين في الباي ان الاي هي الدي وقيمتها بكام؟ بواحد زائد زد زائد واي في الزد على 2. الواي طبعا احنا عارفينها اللي هي كانت جي في 10 اس ناقص 3، الزد على 2 احنا لسه حاسبين الزد في الجزء اللي فات هقسمها على 2 اللي هي 109.11 وزاويه 72.4 كل ده على 2، فتطلع معانا الزد ب 0.9 4 اسف تطلع الاي ب 0.9481 وزاويه 1. البي لو انتم فاكرين من الترانسميشن لاين كانت هي قيمتها الزد، يبقى اذا خلاص انا كده كده حاسب الزد، فهي البي هتبقى قيمتها ب 109.11 وزاويه 1.27.4. بالنسبه للسي كانت السي قيمتها بكام؟ كانت بواي مضروبه في 1 زائد واي زد على 4 تمام كده، فيطلع الكلام ده لما اجي اعوض فيه ب 1 زائد جي كام؟ 1 زائد جي 10 اس ناقص ايه؟ 3. طيب احنا دلوقتي عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب كده جبنا الاي والبي والسي تمام؟ احنا كده لما يجي نحسب هذا الكلام عايزين بقى نبتدي ايه؟ نطلع الفي اس زي ما قال في الكلام دوت. يبقى الفي اس لو احنا رجعنا للاي والبي والسي اللي احنا كنا راسمينها مثلا، طبعا انت الكلام ده خلاص انت المفروض هتبقى حافظه بقى. لو انتوا شايفين كده يبقى الفي اس هي عباره عن مين؟ هي الاي في الفي ار زائد البي في الاي ار، ولو عايز احسب الاي اس هتبقى هي السي في الفي ار زائد الدي في الاي ار. يبقى انا استخدم الكلام دوت عشان احسب بيه التيارات والجهود والكلام ده كله. طيب زي ما انتوا شفتوا كده يبقى الفي اس هتساوي الاي في الفي ار زائد البي في الاي ار. الاي احنا حسبناها نحط قيمتها ونضرب في الفي ار، طبعا الفي ار احنا كنا حاسبينها تمام كده هو كانت ب 120.8 من 100، والبي برضو محسوبه هي 109.11 من 100، هتتضرب في الاي ار اللي احنا كنا حاسبينه اللي هو كان 0.173 كيلو امبير
تموي الزاويه بتاعتك هو ناقص 36.87، يطلع الفي اس ب 129.827 وزاويه 5.72%. طبعا ده كفيز، هضربه في جذر 3 هيتحول للاين. لو حابين نعمل بس مقارنه بسيطه ما بين الفي اس من الطريقه الصح والفي اس من الطريقه اللي هي التقريبيه اللي فاتت، ده كان 224.85، فهنشوف الفي اس كان كام هنا. هو كان الفي اس عندنا 235.33%. طب بعد كده عايزين نجيب الكرنت مثلا، بسهوله قوي نقدر نجيب الكرنت لو احنا عايزينه، بس احنا طبعا ايه في حاجه يا جماعه؟ ها؟ طيب اوكي ماشي. عندنا هنا بالنسبه للسندنج ان طبعا كنا عايزين نحسب الباور فاكتور بتاعتها. الباور فاكتور بتاعتي هي عباره عن مين؟ الباور فاكتور هي كوزاين زاويه الفولت ناقص زاويه التيار. نروح بقى نشوف الفولت بكام، زاويه التيار بكام، وزاويه الفولت بكام، ونبتدي نطرح الاثنين من بعض. هنبص نلاقي